الاخوان في المراسله اللي تمت السيد الوزير، كانت واحد المراسله اللي هي كانت ترسلات من طرف اربعه ديال الجمعيات اللي هما لا سي بي ا، لام سي فيل، لام كوم ولا بي فيل. هذه المراسله بينا فيها على التدمر ديالنا مما وقع من صاحبنا. كنا يعني نمثل القطاع داخل اللجنه التي عينها السيد الوزير والتي يترأسها السيد الكاتب العام، وهذه اللجنه كانت الدور ديالها هي انها تدبر احسن تدبير يعني هذه الازمه ديال الطماطم حتى نجد التوازن ما بين ما هو تصدير وما هو يعني تمديد الاسواق الداخليه كمية كافية. اليوم كنتواجدوا بالغرفة الفلاحية مع لقاء ديال الإخوان الفلاحة وكذلك ديال رؤساء الجمعيات من أجل أنه نوضحوا الرؤية وكذلك نوضحوا الموقف ديالنا كجمعيات من القضية ديال قرار الاتخاذ وهو توقيف ديال الصادرات ديال مادة الطماطم للأسواق بصفة عامة. وضحنا بأنه كان في الأول لقاء مع سيدي الوزير عين لجنة اللي كانت توجد بها الجمعيات بربعة وكذلك معنا الناس المدراء وكذا، كان النقاشات في الأول من أجل والغرفة الفلاحية طبعا تحت رئاسة الغرفة الفلاحية، واللقاء أنه تقرر فيه باش تكون واحد التوازن ما بين الصادرات وما بين تزويد السوق الداخلية من مادة الطماطم. الاجتماع الأول كان مثمر والثاني كذلك، ولكن ما وقع في الثالث والرابع وهو أنه تم إقصاء الجمعيات، ما بقاوش كيتصنتوا لنا. وعرفنا فعلا قلنا بأن ممكن نمشيو بتوازي والقضية نمشيو في السبعة السوق الداخلية، تكون واحد التوازن ما بين أن السلع في السوق الداخلية تكون بثمن مناسب ولكن تكون أقل، ما تكونش أقل من التكلفة اللي كينتج بها المنتج. ولكن اللي لاحظنا أنه نزلنا المستويات خطيرة، نزلنا أقل من التكلفة ديال الإنتاج، مما جعل أن واحد العدد ديال الفلاحة اللي ما بقاوش قادرين يصيروا على السلعة ديالهم، وهي يعني أنهم شاد وما قدروش باقي يكملوا، مما أدى إلى نقص إنتاج هذه الأيام هذه. كذلك ما ننساوش بأن واحد العدد ديال الأمراض اللي صابت الضيعات الفلاحية اللي هي اللي كتنتج حاليا، أظن بأنه كاين واحد 50% ديال الضيعات الفلاحية اللي مشى فيها الإنتاج بصفة عامة، بقات واحد 50% لا بد ان تداركوا انه نخليوا هاد الناس هادو باش يمكن يعوضوا شويه داك الشيء اللي ضاع عليهم. انا لا اقول هذا الشيء باش انه من خلال جيوب المواطنين، ابدا، حنا مع المواطن، حنا مع الاستقرار، مع الامن في بلادنا. انا دائما كان وراء صاحب الجلاله باش تكون بلادنا احسن البلدان، ونمشيو كذلك ان نتعاونوا مع المواطن، ولكن كنقولوا دائما انه لا بد نشجعوا القطاع باش غدا ولا بعد غدا ما يمشيوش هاد الفلاحه يستثمروا في شي ماده اخرى، لا بد انه على الاقل يشد الصوائر ديالو اللي كيصير في الضيعات ديالو باش يمكن ليه يستمر في الانتاج. وما ننساوش بانه المشكل الكبير اللي كنعانيو منه هو القضيه ديال هادشي ديال الفيروس الجديد اللي ضارب لواحد العدد ديال الضيعات الفلاحيه اللي غادي يأثر سواء على الانتاج ديال هذا العام وكذلك ديال السنه المقبله، لانه كنعرفوا البلاصه الا داز فيها الفيروس هذا ما يمكنش باقي تنتج فيه مطيشه، ويشكل مشكل كبير الا ما تداركنا الموقف اسرع وقت ممكن، خاصه كنعرفوا بانه هذه هي الوقت اللي كيحدد فيها الفلاح اش من نوع ديال الزرعه او لا اش من نوع ديال المنتوجات الفلاحيه اللي غيحافظ عليها السنه المقبله. وكذلك هذا الشيء ديال الغلاء ديال التيفيا اللي تزاد في جميع المدخلات، عيب كبير على الفلاح وعيب كبير على الاستثمار، وبغينا نستمروا ننجو من اجل بلادنا وننجو من اجل المنطقه ديالنا. وشكرا. نحن في هذا اللقاء اليوم مع الفلاحين ديال الشتوكه المنتجين ديال الطماطم في الجهه على اثر هذا التوقف الصراحه ديال الصادرات، وجاو اليوم عندنا هنا الغرفه كيتشكاو، وحنا في هذا اللقاء هذا كنحاولوا نتذكروا معاهم باش نشوفوا اولا الحيثيات والاشكالات بصفه عامه، لان كيهضروا على الاسباب والمسببات وعلى القله وعلى هذا السبب ديال الارتفاع في السوق الداخلي. وكذلك نشوفوا زعما شنو هما الاقتراحات واللي غادي نديروا باش ان شاء الله يستمروا في العمل ديالهم اللي مولفينه. كما كنعرفوا حنا على مشارف شهر رمضان، وهذه المادة هذه اللي هي الطماطم مهمة جدا للأسر المغربية حيث أنها كتكون في الحريرة، وحنا الواجب ديالنا هو أننا أولا نزودوا السوق الداخلي بجميع المنتجات وخاصة هذا المنتوج ديال الطماطم، وكذلك نحاولوا نحافظوا على المكتسبات ديالنا مع الزبناء ديالنا في الخارج. هو ملي كنهضروا على التوقف ديال الصادرات، هذا التوقف راه كان غير الجمعة والسبت،
السبت والحد يعني مازال ما بانش لينا في السوق، كاين واحد النقصان ديال واحد 50 سنتيم تقريبا في الكيلو، بدا كيبان شي شويه، ولكن مازال ما صراحه التوقف كيبان لي بحال مازال ما عطاش الاكل ديالو، ولكن ان شاء الله جاي لان حتى هذه الحراره اللي كترتفع كتاثر شويه على الانتاج، ولكن كنظن المنتجين كيهضروا بان راه جاي انتاج مهم جدا، وان شاء الله راه غادي يوفر لا السوق الداخلي ولا كذلك الالتزامات ديالهم الخارجيه. شوف الرساله للمواطن المغربي والاسر المغربيه، اولا ان الحمد لله اليوم المغرب يتوفر على منتوجات متوفره حقيقه، كاين واحد شويه الغلاء في السوق في بزاف ديال المنتجات، وهذا راجع لهذه الفتره ديال البرود ديال ديما كيكون المنتجات هابطين، ولكن الحمد لله راه الوفره كاينه، هذا هو اللي مهم، يمكن الثمن شويه مرتفع ولكن الوفره الحمد لله راه كاينه. عقود ديال البيع، وهاد عقود البيع راه ما معمولاش بجوج اورو باورو 8، معموله بانورو واحد انورو جوج على اقساط قدير بالنسبه للطماطم المستديره. الوقت فاش هذاك السيد اللي عندك معاه واحد العقده ديال البيع كيتفاجئ انك ما كتلتزمش بليزونجاجمون ديالك بالوعود ديالك، اش كيدير هو؟ كيمشي يشري في السوق بالثمن الطوب اللي كاين في السوق وكيحسب عليك انت الخساره ديالو، وهذا ما يمكنش. أنا ملي كنقول كيعطيني الحصة مثلا 100% في واحد النهار، وغدا تعطيني 60% وبعد تهبط لي 40% وبعد تهبط لي 20% 30%، ما كتبقاش عندنا رؤية، كلنا كمصدرين ما كتبقاش عندنا رؤية. كاين هذا إشكال يقدر يخلق لنا مشكل مستقبلي، كتعرفوا السنة الفارطة كان وقع نفس الإشكال وخرجنا من السوق مبكرا، خرجنا في البداية ديال شهر 4